يبقى معنا مراسل العربي عميد شحاده من مخيم بلاطه. اهلا عميد. اذا شهيد واصابات برصاص الاحتلال قبل انسحابه من مخيم بلاطه، كيف تبدو الصوره الان؟ وعد بدأ أهالي المخيم بالخروج من منازلهم بعد أن حاصرهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ل15 ساعة داخل المنازل في اقتحام كبير لمخيم بلاطة. هذا مخيم بلاطة في مدينة نابلس، نتيجة هذا الاقتحام الذي شاركت فيه عشرات الآليات العسكرية الإسرائيلية وطائرات مسيرة وجرافات عسكرية إسرائيلية، كان شهيد وست إصابات بالرصاص الحي، بينها إصابتان في حالة خطيرة بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، حيث استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي شبان فلسطينيين تظاهروا في محيط المخيم احتجاجا على هذا الاقتحام الذي تعرض له مخيم بلاطة. عشرات المنازل اقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي وحقق مع شبان فلسطينيين ومع عائلات احتجزها داخل المنازل في هذا المخيم قبل انسحابه من هنا. قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد هذا الاقتحام انسحبت من مخيم بلاطة بعد تدمير لعدد من المنازل وتفجير مداخل المنازل اللي يقتحمها جيش الاحتلال الإسرائيلي. شهدنا داخل المخيم عشرات المنازل التي تم تفجير أبوابها ونوافذها لكي يدخل إليها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقوم بتنفيذ حملة اعتقالات من هذا المخيم، ولكن حتى الآن لا يوجد عدد دقيق لعدد المعتقلين من داخل المخيم. قوات الاحتلال الإسرائيلي انسحبت بعد هذا الاقتحام الواسع لمخيم بلاطة مخلفة دمار في بيوت المخيم وشهيد وست إصابات بالرصاص الحي. خلال هذا الاقتحام منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي سيارات الإسعاف من الوصول إلى داخل مخيم بلاطة، وكانت كل سيارة إسعاف تنقل إصابة من محيط مخيم بلاطة يلاحقها جيش الاحتلال الإسرائيلي ويقوم بتفتيش سيارات الإسعاف واحتجاز للطواقم الهلال الأحمر الفلسطيني وأخذ مفاتيح سيارات الإسعاف منهم لمنعهم من الدخول إلى هذه المنطقة. قوات الاحتلال انسحبت من المخيم وعد وبدأ الأهالي بالخروج من منازلهم بعد هذا الاقتحام الطويل الذي تعرض له مخيمهم بعد عدة اقتحامات متكررة نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي كان ضحيتها عدد كبير من الشهداء الفلسطينيين في الأيام الماضية في هذا المخيم. استخدم فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي القصف بطائرة حربية وطائرات مسيرة وأيضا تدمير للبنية التحتية. يأتي اليوم ليفتش منازل في عدة أحياء في المخيم بحثا عن كما يقول الأهالي هنا بحثا عن مطلوبين فلسطينيين وبحثا عن أسلحة، إلا أن جيش الاحتلال يقول مقاتلون في كتيبة بلاطة تحديدا التي تنشط في هذا المخيم فشل في اعتقال أو الوصول إلى أي من المقاتلين من هذه الكتيبة التي تنشط هنا في مخيم بلاطة بنابلس وعد. شكرا جزيلا لك عميد شحادة مراسل العربي، كنت معنا من مخيم بلاطة.